ده. حمد الله على السلامة واسفين على الرخامة، ما اللي يسمع كلامي ويمشي ورايا لازم يتحمل أذايا. أهلا بيكم في رامز جنب الآخر، والآن فلتبدأ المساخر. كابتن ميدو دلوقتي أنت افتريت على الراجل ده وقلت إن هو كلمك علشان يرجع الزمالك. أديك أنتوا الاتنين مع بعض وعايزين نكشف الحقيقة قصاد الناس. كابتن ميدو كلمك يالا؟ كابتن ميدو كلمني قال لك ايه انجز؟ لا كان بيكلمني بيقول لي ان انت نرجع النادي وكده. يعني انت ما كلمتوش قلت له عايز ارجع الزمالك؟ لا كان الكابتن ميدو اللي كلمني. يبقى انت كده افتريت على الراجل يا كابتن ميدو. لا بس اقول لك على حاجه، انت ليه قرش ملحه كابتن امام عاشور؟ وقبل ما يروح النادي الاهلي كان اعظم لعيب في مصر، وبعد ما راح الاهلي لسه ما رجعش لمستواه. هو اللعيب الوحيد اللي فيه من ريحه جيلنا. ايه ريحه الجله دي؟ ريحه الجله، ريحه الجله. لا ركز في الحروف. امام عاشور لعيب كبير، طبعا كان نفسي ان هو يفضل في الزمالك. انت بتتراجع. اقول لك ليه هو زملكاوي. مين؟ اسمع كلام. مين هو زملكاوي؟ ما ترد يا كابتن. اهلاوي كابتن. ايه؟ اهلاوي. بيقول لك اهلاوي اهو. اهلاوي طبعا. قال لك اهلاوي. والله زملكاوي. اهلاوي اهو. ماليش دعوه بالاهلاوي. طب بص بقى، احنا هنضطر يا جماعه نشوف مين بيكذب. بس هو دخل الوحش. لا انت هتضطر نعمل حاجه. شفت بقى؟ بص كابتن. شغل السيف ناحية الكلمة بالراحة. هوب. اجري يا كابتن. ما انصحكش يا ميدو. ما انصحكش. اجري يا كابتن ميدو. الوقع يا كابتن. ما انصحكش يا كابتن ميدو. الوقع يا ابني. هوب. دخل الوقع. لو الزمن رجع بيك لورا هتفضل في الزمالك ولا هتروح الاهلي؟ انجز. هروح الاهلي طبعا. تعجبني. ايه رايك يا كابتن ميدو؟ امام زملكاوي ها؟ طيب اقول لك بس على حاجه، مفيش لعيب لعب في الاهلي والزمالك أيوة. ما حبش الزمالك اكتر. مين؟ الراجل جنبك اهو. اقسم بالله ما في لعيب. ميزه البرنامج ده حسام وابراهيم، ان الزبون اللي بتتكلم عليه قدامك بتحب الزمالك اكتر ولا الاهلي؟ الاهلي. انت ايوه علي صوتك يا الاهلي. لا لا كده مش هينفع. دخل الوحش. لا لا يا رامي. شغل الزير على الهادي. ما انصحكش يا كابتن ميدو. لا 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 رامز 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 ما تهزرش يا رامز. انت بتمسك فيا. دخل الوحش. النبي عشان خاطر رامز كفايه. امرنا يا كابتني. رامز شغل الزير ناحيه النبي. اجري العكس اجري العكس. رامز وحياة امك. اجري العكس الناحيه دي. اتقدم يا كابتن. Ha, 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 ha.